ليان بن محمد مثلا ما عندوش مكان في المنتخب صراحة. ما عندوش مكان في المنتخب. اليوم قالوا لي شد بلاصتو على اليسار. اذا كان نعملوا مقارنه مع الفريق مع ليكيب اللي هبطت الفورماسيون اللي هبطت البارح فهمني مكان المساكني كاساسي ماهوش مضمون 100% قلفت ماهوش بالفورمه الحاليه. اي بالفورمه الحاليه بالطبيعه فهمني يلزم المساكني يرجع للفورمه نتاعو باش يكون اساسي فهمني لانه كيكون اساسي كيكون في الفورمه نتاعو راهو ينجم يعاون مساك اما ماهوش فورمه تولي تضر في المساكني اكثر من اللي تنفع فيه داكور دونك باللي كيفاه وحاجه اخرى يا خويا ما خذت خاطر هذه باش نعيط للملاعب انا تي باش اسمه الطالبي ما لعب حتى ماتش شو خط من سي اس اس جبنا وحيد من سي اس اس عمامو شكون تقصد نقول لك طالبي مش من سي اس اس من سبيرونس كان لا لا احمد خليل احمد خليل شنو هو حيد من الكلوب انا جبناه وما تلعبوش ومش اول مره راهو يعملوها له احمد خليل ديما ديما جلاس ياو خاطر اللي كيب لولا ولا هز الكوب او جبنا منها وحيد ومن بعد ما يلعبش شماخي ما يمشيش سيليكسيون فهمتي شماخي مش يلعب عنده عنده برشا ما يلعبش انا ضده انك تجيب ملاعبي خاطر في جمعيه كبيره واسم كبير ولا جمعيه هزت كوب تونيزي ولا جمعيه باش تغذي الجمهور بصح باش تحطوا غادي باش تحطوا غادي تزين بهم ما يلعبش حتى جو بريفير ما تعيط لحد من النادي الافريقي ولا حتى من السي اس اس وعيط كل اللي يستاهلوا اما مش تعيط له وتزين به البنك انا محطوط هكا عندنا احمد خليل من النادي الافريقي رغم اللي في فورمه كبيره في اخر موسم مع الكل اليوم وجات الفرصه راهو اخزر الطالبي جاته الطالبي جاته الفرصه باش يلعب في الماتش البارح واحمد خليل جاته الفرصه باش يلعب فهمني في بلاست بن محمد صحيح والياس الجلاسي كان يلعب هو ما كان علي معلول في بلاست في الكولوار على في شونجمون اللي صار تعطيه حتى 25 مينيت تعطيه انت تحكي قبيله على لي شونجمون تي هما بيدهم اللي قاعدين يدخلوا هما اللي قاعدين يخرجوا راهو كان ثبت مليح تلقى هما بيدهم هما السليتي والجزيري وبن عمر فهمني يدخلوا زيد فرجاني والخاوي نفس السؤال نفس السؤال نعطيك الكلمه نكمل معاك انت